تقليل الفجوه معناه، وهنا ده اختلاف وعن مساله الغاء فكره الطبقات، هي فكره انك انت تدوب الفوارق قدر الامكان، ما تخليش في ازمه كبرى، ما تخليش الفجوات اكثر اتساعا، سواء اذا كان في مستوى الدخل او معدل الخدمه اللي بيجي او المنتجات اللي بيتم استخدامها واستهلاكها وما الى ذلك. الحكومات والدول عاده انواع، في نوع يقول لك والله انا بفتح الفرصه، ان انا بفتح الباب على مصراعيه لاجل ان تحصل على الفرص، وانك انت تقدر انك انت تبقى في عندك حريه ماليه تتحرك كيفما شئت، زي الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال، افعل ما تشاء طالما انه جوه اطار القانون وتدخلات الدوله تبقى يعني في اضيق الاحوال. في حكومات ودول تانية، ودي أغلبها بتبقى موجودة في أوروبا، تدخلات الدولة تبقى أكتر اتساعا، بتحمي قدر الإمكان الموظفين والمهنيين والعمال، وتعمل مظلات حمائية متعلقة بقوانين العمل وعدم المساس بالموظف في شركة أو مؤسسة إلى آخره، حتى ولو كانت خاصة إلا في أطر شديدة الدقة. وفي دول تانية عندنا على سبيل المثال باعتبارنا أن إحنا سوق ناشئ، دولة تصنيفها يعتبر من الدول ذات الدخل المتوسط، بتبدأ تشتغل هي والمجتمع المدني اللي هو زي عندنا مثلا التحالف الوطني للعمل الأهلي، نبدأ هنا نشتغل مع بعض، نشتغل بالتوازي، الدولة بتقوم بمجموعة من المهام وفي مهام أخرى بتدعم فيها نشاط وتحرك العمل الأهلي. فيبقى احنا عندنا مثلا اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، فهتجد بطبيعة الحال انه العمل الاهلي او المنظمات الاهلية بتشتغل على تضييق هذه الفوارق ما بين الطبقات. معانا على التليفون دكتور نهى طلعت، امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. اهلا بيك يا دكتور نهى. اهلا بحضرتك، ازاي الحال؟ كله تمام الحمد لله، تمام كله بخير. يعني مش بس في إطار اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يا دكتور نهى، لكن دوركم في التحالف الوطني لتقليل الفجوات ما بين الطبقات المختلفة، تذويب هذه الفوارق الطبقية سواء إذا كان في مستوى الخدمات أو المنتجات أو النمط المعيشي للأسر المصرية، أقدر أقول بنتحرك في إزاي؟ والحقيقة تمام، هو احنا يعني لب عمل منظمات المجتمع المدني بشكل عام ومؤسسات العمل الاهلي هو ان يبقى في برامج حمايه اجتماعيه، طبعا بالتشارك مع البرامج اللي بتقدمها الحكومه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وده بنستهدف بيه الفئات يعني الاكثر استحقاقا بخدمات اساسيه، لان الحقيقه المواطن اي مواطن يبقى ليه مجموعه من الاحتياجات الاساسيه في الاسره، الحياه من تعليم ومن صحه ومن مسكن ملائم، ملبس ملائم، غذاء ملائم، فطبعا وجود بعض الخدمات دي بتقدم بعضها مجاني من الحكومه، زي مثلا التامين الصحي بيغطي مجموعه كبيره من المواطنين ولكن مش بيغطي كل المواطنين. وبالتالي بنفضل عندنا بعض الفجوات اللي موجوده في خدمات معينه، بيكون هنا دور المجتمع المدني ان هو يتدخل ويبتدي يقلل الفجوات دي، يبتدي ان هو يعمل برامج حمايه بتحمي كمان الفئات اللي هي نقول اكثر هشاشه، زي مثلا المسنين، ذوي الهمم، دي ناس النهارده بتكون ليها بعض الاحتياجات مش هتقدر انها تقضيها كلها بدخلها او بالحاجات المقدمه من الحكومه، وهنا بيكون دور المجتمع المدني ان هو يقفل الفجوات دي ويسد الاحتياجات. فده في العموم. طبعا تحقيق العداله الاجتماعيه هو هدف يعني أسمى كلنا الحقيقة بنسعى إن احنا نوصل له، سواء كان الحكومة، سواء المجتمع المدني، سواء مؤسسات العمل الخيري حتى اللي بتعمل بشكل منفرد، كلنا بنجري في تقريبا في مسارات متوازية، وهدف عندنا إن احنا نوصل للعدالة الاجتماعية اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها، فكرة إن يبقى فيه الحد الأدنى من كل الاحتياجات موجود عند مختلف الطبقات. طيب واحنا أنا برضو الحقيقة مش عاوز أربط ده قوي بمسألة اليوم العالمي، لكن وإحنا في ظل أزمة ما بتضرب العالم بشكل عام وليها مؤثراتها على الاقتصاد المصري بشكل خاص، وإحنا داخلين على موسم رمضان، أنا هنا مش بتكلم على توزيعات السلع والمهمات التموينية لو صح الكلام، لكن إحنا مدى مرونتنا في التحالف الوطني للعمل الأهلي على تقليل هذه الصدمة الاقتصادية على الأسر زي ما وصفتيها أو الفئات الأكثر هشاشة؟
والله هو الحقيقه احنا طول الوقت بنبص للفئات دي وللاسر دي من اهالينا، انه احتياجاتهم اللي تاثرت يمكن ازمه اقتصاديه كان ليها اثار على العالم كله وعلى مصر طبعا كجزء من العالم، فملفات في حاجات بتبقى اساسيات وفي حاجات ممكن نقول انها اقل يعني اهميه وفي حاجات بتبقى بنود رفاهيه، فاحنا بنبقى مرونتنا هو استهداف الحاجات الاساسيه اللي ممكن تتاثر، سواء لو بنتكلم عن سلع غذائيه مثلا، في بعض السلع حصل فيها ارتفاع في الاسعار، حصل فيها مشاكل في حتى في الاتاحه، هنا بيكون دورنا ان احنا نكون مش بس بنوفر السلع دي بالمجان للاكثر فقرا، ولكن الطبقات كمان اللي هي اعلى شويه، الطبقات اللي ممكن نقول عليها متوسطه او تحت المتوسطه، ممكن يكون السلعه مش متاحه في محل سكن، ممكن يكون في تجار بيعملوا نوع من انواع الاحتكار او بعض الممارسات اللي فيها استغلال للازمه، هنا بيكون دورنا ان احنا نبتدي نوفر السلع دي للمواطنين باسعار اقل او باسعار عادله، ده دور احنا كمان الحقيقه بقينا بنتصدر ان احنا نقدمه، ان ما يكونش بس دور الجمعيه الخيريه او المؤسسه او منظمات المجتمع المدني ان انا اروح ادي كرتونه للمواطن الفقير، لا انا حتى المواطن الرينج الكبير او المدى الكبير اللي في النص ما بين الطبقه الاغنياء وطبقه الفقراء، في اسر متوسطه تاثرت بالارتفاع ده من الاسعار، وبالتالي احنا دورنا ان احنا نساعدهم كمان في الحصول على السلع الاساسيه، على خدمات صحيه ملائمه، على ملابس ملائمه، على كل الاحتياجات اللي هي ممكن تكون بقى فيها صعوبه في الاتاحه وبقى فيها ادفاع مبالغ فيه في الاسعار، ساعات بيكون بسبب ممارسات احتكاريه من التجار. صحيح. بسبب حاجه تانية يعني. صحيح صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليكي دكتور نهى طلعت امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.